مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت علاقات دبلوماسية كاملة إنجاز تاريخي. مرحبا بكم مشاهدي التلفزيون الجزائري وتحديدا برنامج تقصي الذي يحاول في كل حلقة أن يتقصى قصة خبرية تشكل جدلا وتخلق تساؤلات، ونحن نبحث عن قصة خبرية جديدة استوقفتنا التغريدات العديدة والتقارير التلفزيونية وحتى المقالات الصحفية التي تتحدث عن نقطة لا عودة. بحثنا أكثر في الموضوع وفي المصطلح نفسهما، وجدنا أنه متعلق بالتقلبات البيئية التي كان سببها ظاهرة التغير المناخي. ولكن هل وصلنا فعلا إلى نقطة لا عودة في تغير المناخ؟ يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث على سبيل المثال من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن منذ القرن 19 أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، ينتج عنه انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس الحرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. تشمل أمثلة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات مثلا عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وتعد مدافن القمامة مصدرا رئيسيا لانبعاثات غاز الميثان، وإنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاثات الرئيسية للغازات الدفيئة. اندلعت في الصيف الماضي موجة حرائق طالت غابات شاسعة في مناطق عديدة حول العالم، تركيا، الجزائر، لبنان، كاليفورنيا وغيرها من الدول. وقبلها بسنتين اندلعت حرائق هي الأسوأ من نوعها، دمرت مساحات شاسعة من حوض الأمازون وأستراليا، فضلا عن سلسلة من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير ضربت مناطق متفرقة من الكوكب. قابلتها موجات حر غير مسبوقة. وفي تقرير للأمم المتحدة حول المناخ وصف الأمين العام أنطونيو غوتيريس حال كوكب الأرض بقوله: لقد وصل العالم إلى نقطة لا عودة فيما يتعلق بالحاجة إلى عمل خاص بالمناخ، أما الاضطرابات التي تعصف بكوكبنا ومناخنا فهي أشد سوءا مما ظننا وأسرع مما توقعنا. عقدت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات الدولية من أجل تداعيات التغير المناخي، نتعرف عليها سويا من خلال هذه الكرونولوجيا.
حسب ما ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير علمي استشرافي أنه بحلول عام 2100 سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي أقل بمقدار 10 سنتيمترات مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة 1.5 مقارنة بدرجتين مئويتين. إن احتمال وجود محيط في القطب الشمالي خال من الجليد البحري في الصيف سيكون مرة واحدة في كل قرن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة 1.5 مقارنة مع مرة واحدة على الأقل لكل عقد مع درجتين مئويتين. فالشعاب المرجانية ستنخفض بنسبة 70-90% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة واحدة مئوية فاصلة خمسة، في حين أن 99% تقريبا سوف تضيع مع درجتين مئويتين. ويخلص التقرير إلى أن الحد من الاحترار العالمي إلى درجة مئوية 1.5 يتطلب تحولات سريعة وبعيدة المدى في الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن. يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45% عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 لتصل إلى صافي الصفر في حوالي عام 2050. وهذا يعني أنه يجب موازنة أي انبعاثات متبقية عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء. يرى علماء أن امتناع العالم عن إنتاج الغازات الدفيئة والتوقف عن تلويث البيئة لن ينقذ كوكب الأرض بين ليلة وضحاها. في الواقع سيستغرق مناخ الأرض عقودا عدة قبل أن يصل إلى توازن جديد، وسبب ذلك بدرجة كبيرة الكيفية التي تخزن بها محيطات العالم الحرارة والتي بدورها تترك تأثيرها الطويل في درجات حرارة الجو. وهذا ما أكدته دراسة مناخية نشرتها مجلة Scientific Report تطرح الادعاء الجريء الذي يقول إننا تجاوزنا فعلا نقطة لا عودة فيما يتصل بالاحترار العالمي. أما موقع أفاس فقد نشر نداء عالميا مفاده أن البشرية فشلت حتى الآن في إيقاف أزمة المناخ وأن كوكبنا يصرخ طلبا للمساعدة داعيا قادة العالم لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة والقيام بما يلزم قبل أن تنزلق نحو الهاوية. وأكد البيان أن حكومات العالم تساهم في تسريع وتيرة الأزمة من خلال صرف المليارات الدولارات على الاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري. ويستشهد تقرير متحدون في العلوم أيضا باستنتاجات أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ، والذي يفيد بأن حجم التغيرات الأخيرة عبر النظام المناخي ككل غير مسبوق على مدار فترة من عدة قرون إلى عدة آلاف من السنين. ومن الواضح أن التأثير البشري أدى إلى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض. إنه كوكبنا، ونعلم جيدا أنه يمر بأزمة، لكننا نعلم أيضا أن الحلول في متناول أيدينا، ويجري بالفعل إحراز تقدم جيد يتجلى في المزيد من الطاقة الخضراء وإمدادات غذائية أكثر أمانا، كما تتجلى الفوائد في توفير الوظائف الخضراء والهواء النظيف والاقتصادات السليمة. إن العيش في عالم أكثر استدامة وازدهارا أمر في المتناول، فقط علينا أن ننتقل من الحديث عن التغير المناخي إلى فعل التغير المناخي بدءا من الآن. مشاهدينا، قصتنا الخبرية لهذه الحلقة تتوقف هنا، ولكنها ستستمر وإياكم عبر مشاركتكم بآرائكم وتعليقاتكم عبر منصتنا التفاعلية. إلى قصة خبرية جديدة، إلى اللقاء.